خليني هنا اخد معانا على التليفون سعادة السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين. سعادة السفير، يعني هذا اللقاء الذي تم ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني، رئيس جنوب السودان سيلفا كير، أهمية هذا اللقاء في ظل وضع راهن شديد الاحتقان في المنطقة ما بين الصراع المسلح في السودان وما بين ما يحدث في فلسطين وما بين أزمات اقتصادية وما بين مشكلة سد النهضة؟ لا شك أن هذا اللقاء بيكتسب أهمية بالغة، خاصة وأن مصر وجنوب السودان دولتين في منطقة الجوار للسودان وفي منطقة القرن الأفريقي بمفهومه الواسع، وأيضا ارتباطا بتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط. نحن نعلم أن السودان، جنوب السودان ومصر ضمن دول حوض النيل، وهنا تبدو أهمية مسألة الموارد المالية والمائية وسد النهضة. مصر وجنوب السودان من الدول في الكوميسا، مصر وجنوب السودان أيضا من الدول المعنية بمبادرة النفاذ، وأعتقد أن مصر يعني من المؤكد أن لها دور محوري في هذه المبادرة، خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وارتباطها أيضا بالتنمية في جنوب السودان، وهو أمر ينعكس على العلاقات الثنائية ما بين البلدين. أيضا من المهم جدا في تطورات قضية العدوان على غزة وقضية فلسطين، من القضايا من المؤكد أنها طرحت في هذه المباحثات. نحن على مقربة من قمة عربية وقمة عربية أفريقية، وبالتالي هذه الزيارة بتكتسب أهمية كبرى فيما يتعلق بالتشاور والتنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بصدد تلك القضايا الساخنة سواء في منطقة القرن الأفريقي أو في القارة الأفريقية بصفة عامة أو في منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة بحكم العدوان الإسرائيلي على غزة وما ترتب عليه من تداعيات وما قد يترتب عليه من تداعيات تتعلق بالأمن والاستقرار، سواء الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وأيضا الأمن في منطقة البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، بل في التداعيات على المستوى الإقليمي سواء العربي أو الأفريقي. من هنا تبدو أهمية هذه الزيارة، خاصة أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان هي علاقات استراتيجية تقوم على شراكة استراتيجية في من أبرزها أو تتأسس على التعاون الاستراتيجي، والتعاون الاستراتيجي هو مرحلة متقدمة تجيء بعد الحوار الاستراتيجي والتفاهم الاستراتيجي ثم التعاون الاستراتيجي. هناك طبعا مرحلة أخرى وهي مرحلة التحالف الاستراتيجي، وهذه لا تتسق المواقف والتوجهات المصرية، وإنما نجد على سبيل المثال بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أيضا في موضوع الموارد المائية ومياه النيل، نحن نعلم أن كما أشرت أن جنوب السودان من إحدى دول حوض النيل، ونعلم أيضا أن بيمر بها النيل الأبيض وبيلتقي بعد ذلك بالنيل الأزرق الذي هو محط واهتمام فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث يلتقيان في السودان ثم يتجهان إلى مصر. من هنا تبدو الأهمية الكبرى لهذه الزيارة في هذا الصدد، خاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بتشمل مناحي عديدة لتنمية وتطوير وتنامي وتعاظم العلاقات بين البلدين، سواء فيما يتعلق بالمجال الأمني، وأقصد هنا المجال المتعلق بصفة خاصة بالأمن المائي، وأيضا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإضرار بالبشر والنازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية. ثم هناك أيضا المحور السياسي أو الملف السياسي، وهذا يتعلق بالقضايا التي تحدثنا عنها منذ لحظات. ثم أيضا المحور الاقتصادي ويتعلق بالتنمية المستدامة والدور المصري في دفع عملية التنمية في جنوب السودان، وهو أمر يعني في غاية الأهمية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.
أيضا فيما يتعلق بالملف الاجتماعي في إطار العلاقات الثنائية، هناك اهتمام واضح منذ فترة طويلة فيما يتعلق بمجالي الصحة والتعليم وبناء القدرات. ومصر من المعروف أن لها دور محوري في جنوب السودان وأيضا على مستوى القارة الإفريقية في الموضوعات الخاصة بالصحة وخاصة بالتعليم طيب سعادة والمنح السفير، الدراسية وبناء القدرات في كافة المجالات. عاوز أنتقل مع حضرتك لملف أعتقد حضرتك أدرى مني بمدى أهميته، ألا وهو الصراع الحالي في دولة السودان الشقيقة، وإنه الرئيس اتكلم في ده بمنتهى الوضوح انه مصر ودولة جنوب السودان هما دولتين محوريتين في حل هذا الصراع، وانه لا غنى عن وجودهم في اي شكل من اشكال التهدئة، المفاوضة، الوصول الى استقرار لما في مصلحة السودان شعبا وارضا وما الى ذلك. بس الرئيس اكد على حاجة مهمة جدا، ضرورة وقف التدخلات الخارجية والحيلولة دون استمراريتها. ما مدى انه نقدر نصل الى هذه الحالة، عدم التدخل من اي دولة خارجية في الداخل السوداني؟ لا شك ان هناك مبادرة من دول الجوار تبنتها مصر اساسا بالدرجة الاولى، ووضعت خريطة طريق لهذه لتسوية الأزمة السودانية، وأيضا تم التوافق على آليات للاطلاع بهذا الدور على مستوى وزراء الخارجية، تم عقد اجتماعين على هذا المستوى على مدى الأشهر القليلة الماضية، وهناك خريطة معروضة حتى حاليا على رؤساء الدول الجوار لاعتمادها. وأنا أعتقد أن القمة الأفريقية العربية ربما ستتناول هذا الأمر. من المواقف الثابتة لمصر وبشكل واضح ومحدد أنها ترفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني، وأن السودانيين هم أصحاب القضية وهم يتم من خلال حوار سوداني سوداني. هناك تأكيد أيضا على المحافظة على وحدة السودان وسلامتها الإقليمية، هناك أيضا المحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية وخاصة القوات المسلحة. ما نلحظه في المبادرات التي طرحت من جانب بعض الدول أو بعض المنظمات الإقليمية أو الدولية، سواء من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد في منبر جدة وبشكل صريح، هناك فقط السعودية والولايات المتحدة، وبالتالي كل هذه المبادرات للأسف الشديد لم تضع في اعتبارها دورا مصريا ودورا لجنوب السودان في هذا الصدد، وربما جنوب السودان في بعض المبادرات. لكن هناك تأكيد منذ البداية ومنذ الأزمة السودانية على دور لكل من مصر وجنوب السودان في الإطار الثنائي، وأيضا فيما يتعلق بمبادرة دول الجوار. لهذا أنا أعتقد أن تأكيد الرئيس السيسي في هذا اللقاء وفي المؤتمر الصحفي على ضرورة أن يكون هناك تواجد مصري وتواجد لجنوب السودان في أي تحركات سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي يتعلق بتسوية المشكلة السودانية. صحيح 100%. أو الأزمة السودانية. صحيح 100%. لكن التدخل الخارجي هو أمر مؤكد تؤكد عليه مصر بعدم التدخل الخارجي في الشأن السوداني، ومن هنا تبدو الأهمية للتحرك القادم لجنوب السودان ومصر سواء في إطار دول الجوار، مبادرة دول الجوار التي تعد مبادرة شاملة وهي الأكثر قبولا وترحيبا من المبادرات الأخرى، بحكم أن دول الجوار وخاصة جنوب السودان ومصر هما الأكثر معرفة ودراية بمصالح المنطقة وخاصة الشعب السوداني، وأيضا هما طبعا لأن هم اللي عارفين تحديدا طبيعة التركيبة القبلية وطبيعة التداول السياسي اللي موجود هناك والتحركات او الحركات السياسيه اللي موجوده ما بين احزاب او جماعات ضغط سياسي، زائد طبعا التركيبه القبليه اللي موجوده في السودان. انا بشكرك جدا سعاده السفير صلاح حليمه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه.